وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ شاط كنوب الف خير، رجعتكم انا اشوفكم مقطع جديد. قبل لا تمقطع الشباب لازم عمونا اشكر صلوا على النبي، بعدين لازمونا من خلال ضغط على زر الاشتراك لايك المقطع وفعل الجرس كمان. لا تنسوا تستخدموا كود يوتيوب تشوف شيش الظاهر امامكم. خلينا نبلش على طول. بس شباب بدك تعذروني بالنسبه للصوت اذا انه في صدى، لانه قاعدين ننقل البيت احنا، فالغرفه صارت عندي فاضيه، ففي شويه صدى اتوقع راح يطلع في المقطع. تمام فاستحملونا. فعندنا هسه في هذا التحدي يا شباب راح نشوف كور او شخصيه كور، تحدث الى كور واكمل سلسله مهام نخبه القناصين. هسه هاي التحديات سهله جدا لكل شخصيه، فانا راح افرجيكم هسه في كل شخصيه كيف تساوي هاي التحديات تعونها. هاي التحديات راح تكون ثابته للجميع، يعني مين راح ينزل على هاي التحديات او يشوفها راح يلاقيها نفسها ان شاء الله. هسا عندنا خلينا راح ننزل على شخصية كور، راح تيجي تلاقوها عندنا هون في المروج الضبابية، تيجوا عليها هون بتحكوا معها، تاخذوا منها أول تحدي هو راح يكون مطلوب منك. تمام، هي هون اللي هو بحكي لك اجمع بندقية قنص. هسا عشان تجمع بندقية قنص في عندك طريقتين، يا بتروح بتدور على بندقية قنص هي هون، هسا هي التحدي أوكي. عندك طريقة الأولى زي ما حكيت لك، بتروح بتدور أو بتشتري منها نفسها، هي في معها بندقية قنص الآلية، اشتريها وهسا هيك بحسب لك التحدي. بس هذا يكون معك 200 سبيكة ذهبية. إذا فيش معك زي ما حكيت لك روح دور على بندقية قنص وبتخلص هذا التحدي. وخلينا ننتقل هسه للتحدي الثاني. هو وعندنا التحدي الثاني يا شباب اللي هو بحكي لك الحق ضررا باستخدام بندقية هجومية أو بندقية قنص. كل عليك أن يكون واحد معك من هذول السلاحين، بندقية هجومية مش لازم هذا السلاح مثلا M4، في لازم عادي سكار بينحسب لك، وأي بندقية قنص مش لازم كمان هاي بندقية قنص، أي نوع ثاني. كل عليك أنك تأخذهم وأنك تقوم بإحداث ضرر للخصوم بمقدار 150 مثل هيك بالضبط. هسه على السريع شوفوا كيف، بس كل عليك انك تحدد الضرر بمقدار 150 كان بنفس الجيم او اكثر من جيم. هسه خليني اكمل لك اياه هيك على السريع عشان اخلص لك هذا التحدي، عشان ننتقل للتحدي الثالث على السريع. على السريع سريع هيك، يلا خلينا ننتقل هسه للتحدي اللي بعده. هنفتح لك اياه هي، خلصنا التحدي الثاني. هسه بحكي لكم هاي التحديات راح تكون ثابته للكل. التحدي الثالث الموجود عندنا هو بحكي لك وجه، هو مطلوب منا يا شباب بيحكي لك وجه ضررا خلال 30 ثانية من الاختباء في كومة قش أو في النفايات أو في المرحاض المتنقل. عندك لازم تكون مختبئ بواحدة من هذول الثلاث. هسا راح أفرجيكم، هو مثلا عندي أنا المرحاض مثل هذا زي هيك، عليك أنك تختبئ فيه. أول ما يظهر واحد قدامك أنك تروح تطلق عليه، لازم خلال 30 ثانية بعد ما تطلع بنحسب لك هذا التحدي. وهي إحنا عندنا هون مثلا اللي هو النفايات كمان، هسا انا هون راح يزبط معي التحدي. هسا طلعكم شوفوا كيف، هاي اختبئت معي فقط بس خلال 30 ثانيه، هي في واحد هون يا دوب ما عدت العشر ثواني. هسا طب مطلق عليه كان حسب عندي التحدي، بس هنخلص عليه وافرجيكم هسا التحدي انه انحسب او لا. بس ثواني على السريع سريع سريع سريع، يلا عشان بس افرجيكم اياه هسا. هي هون هي طلع هسا هون هسا حسبه، ثواني شوي بس دقيقه، ها هي انحسب التحدي. وعندنا التحدي الرابع والاخير يا شباب اللي هو بيحكي لك ارقص على قمه جبل. هسه يقول لي كيف انت الاخير؟ ما احنا عندنا خمس مهام كان طالب مني عشان يعطيني اكس بي. انا بس توقعي الوحيد، لانه طلع احنا خلال ما احنا بلشنا التحديات كان لون اول شيء اخضر، او كان حتى بعرفش اذا كان سكني كمان اخضر، لا اتوقع اخضر، بعدين صار ازرق، بعدين تحول لبنفسجي، واخر شيء تحول لذهبي. فاتوقع الذهبي بنحسب عن اثنين، تفهمين علي كيف؟ الذهبي انحسب عن اثنين، لان هسه انا بعد ما خلص هذا التحدي خلص هسه افرجيكم حتى انه خلص عندي التحدي. تمام؟ هسه ارقص على قمه جبل، في كان معطيني هو اربع قمم، انا جيت على القمه هاي راح ارقص هسه فوقيها راح ارقص فوقيها واخلص هذا التحدي. وراح افرجيكم هسه كيف انه احنا عندنا خلص انه هينا. هسه افرجيك اياها ثواني شوي، بس افرجيكم ثواني. وهي شباب مثل ما انتم شايفين عند كور هي عندنا خلصنا جميع التحديات المطلوبه عندها، وبس هذا شباب كان مطلوب عندنا اليوم. بس وان شاء الله يكون ما طولت عليكم كثير، وهيك شباب يكون عندنا خلص هذا المقطع لليوم. لا تزعمونا من فضلك على زر الاشتراك لايك المقطع وفعل الجرس. خلينا نشوفكم في فيديو مقطع جديد، ومع السلامه، بيس.